Terrorist, counter terrorist, headshot, bomb, defuse bomb. 1.6, source, condition 0, nuke, dust, Italy, Aztec, flash, bomb, kill, died, surrender, long, short, middle, tunnel, sniper, shotgun, deagle, competitive, casual, deathmatch, arm race, bomb detonated, bomb defused, run, jump, rush. بالنسبة للي ما يعرفوها هي جوع عادية، أما بالنسبة للي يعرفوها هي عبارة على إدمان وبرشة سوية عطاديهم قدام البيسي. هي عبارة على جو FPS First Person Shooter Multiplayer Online بازية على الجودي من اللي خرجت أول مرة عام 1999 والكاونتر سترايك عاملة سكسي كبير برشة. الفكرة بدها من اللي وطورها مع جيس كليف وصنعوا السيري متاع الكاونتر سترايك اللي تباعت أكثر من 27 مليون نسخة منه. الكاونتر سترايك هي جو ركزت برشة على الجودي كيب جو فيها دوز كيب تيريست الكاونتر تيريست كل إكيب عنده بلاصة يبدأ منها وكيف تموت تستنى الراوند اللي من بعدها باش ترجع تلعب الربح تتمكن منه كيف تقتل الإكيب أدفرسير كاملة ولا حسب الماب اللي ترى فيها تعمل الأوبجيكتيف دوما لي ماب فما نوعين فما البومب سيناريو وفما الهوستج ريسكيو سيناريو مش في الهوستج ريسكيو سيناريو الكاونتر تيريست يربحوا كيف يعملوا إنقاذ الواحد من الرهائن اللي موجودين في الماب متاعهم وفي البومب سيناريو التوريست يربحوا كيف يزرعوا البومب ويفجروها البومب تنجم تزرعها في البارتي A وإلا B من الماب نتاعك والكاونتر توريست ينجموا ينحوا القنبلة هذيك ويربحوا الراوند في البومب سيناريو ميشن كيف تعمل تقتل الليكيب أدفرسير الكل وتعملهم إليميناسيون يلزم الكاونتر توريست يعمل ديفيوز للبومب كانت حاطت في بلاصتها وين يربحوا ستاج كيف ينحو البومب هذيك سينو كانت حطت القنبلة وتفجرت ميمسي ليكيب ادفرسير تاع تيريست الكل هيك ماتوا وتفجرت القنبلة التيريست هما اللي يربحوا الطرح نتاعها كل ايكيب فيها 5 جوار في لي كومبيتيسيون انترناسيونال اما في لي كومبيتيسيون العادية ينجمو يوصلوا حتى 10 كونتر 10 اما في لي سيرفر نتاع الكوميونيتي تنجموا تلعبوا حتى ما اكثر معناها في ديستاتانكات تنجموا تلعبوا 15 كونتر 15 ماهوش باللازم تلعبوا 15 كونتر 15 تنجموا تلعبوا 15 كونتر 3 سولون معناها البلايص اللي موجوده في السيرفر هذاك و ابارتير من دو راوند السيرفر وحده يعمل اوتو بالانس ويرجع العدد نتاع الجوار الكل هيك قد بعضهم في اول كل راوند كل كيب ينجم يختار السلاح اللي باش يبدا يلعب بيه الفلوس تجيك في اول كونترا كل راوند وعندك بونيوس على كل ادفرسير تقتلو تنجم زادا لي ستاج هذاكم الهوستجز تنجم كيف تنقذهم عندك فلوس بونيوس عليهم وكيف تقتل اي هوستج حاجه طبيعيه الفلوس نتاعك باش تنقص كل إكيب عنده الأسلحات الخاصة به أما بالنسبة للقوة متاع الأسلحات يشبهوا لبعضهم ما فماش حتى إكيب فافوري عن إكيب الآخر كان في الجيم بلاي متاعك في الرياكسون متاعك الأيمينج شوتينج كيفاش تتحرك وكيفاش تتعامل مع الأدفرسير وقت اللي يعود جايك أون بلوس هي جو طيارة برشا ورد ذلك زادا يقتلوك بالسكين خاطرك بالحق تبين لأنك أنت نوب الجو فيها برشا مابس ايطالي ازتيك نيوك اوفيس انفيرنو وبرشا استاجات اخرين جو باهية برشا طيارة فيها ملتيتود اي ديفيرسيتي دي ماب متاع جو السورس كانت هي الفيرسيون اللي سيطرت بها الفالف الفالف هي الشركة المصنعة للجو على الدومين متاع الجو فيرست بيرسون شوتر ملتي بلاير اونلاين خاطرها كانت فيها ديزاميليوراسيون تكنيك مزيانة برشا الجرافيك تطورت برشا لي ساوند افيكس ميم حتى لي ستيل دو جو وميم حتى لي ساميليوراسيون نتاع لي موفمون دو جوور و تو سكي فيزيكس الفيزيكس اللي هي الفيلوسيتي اللي هي الجرافيتي اللي هي الماس بار اكزومبل ساعة على ساعة تدخل بلاصة تلقى جوور يعمل في شوت على فاز ولا يعمل في شوت على كرسي والكرسي يتحرك معاه ويعمل انتراكسيون ساعة على ساعة تلقى في واحد يعمل في شوت ويقمر على كانت موجودة فوق طاولة
الفيرسيون سورس هي الفيرسيون اللي مهمش باش ينسوها لي جوار لوكدوم نتاع كاونتر سترايك، خاطرها بالحق تسمى بالنسبة لهم هي جو اللي عملت الفارق في لي جو اف بي اس اونلاين ملتي بلاير. مام حتى كانت تلقى معناها في لي كونت ستيم تاعهم عندهم الكاونتر سترايك نوبال اوفنسيف، برشا جوارات مازالوا يحبوا يلعبوا الكاونتر سترايك سورس خاطرها بالنسبة لهم فيرسيون ما تتنساش وما ينجموش يبدلوها بالجلوبال اوفنسيف. وتبقى اقوى فيرسيون هي الفيرسيون اللي خرجت في 2012 كاونتر سترايك جلوبال اوفنسيف، وكيف ما يسموها برشا ناس سي اس جو. وصلوا عدد الجوار كونكتي ومام طون مع بعضهم المليون، وهي تتسمى ركور بالنسبة للجو اف بي اس، وهي حاليا احسن جو اف بي اس اونلاين. وبالنسبة للميساجور اللي تتعمل لجو برسك كل يوم، سومها ما يفوتش 15 دولار سور ستيم، وساعات توصل حتى 7 دولار في البروموسيون كيف البروموسيون تاع راس العام وغيرها من المناسبات. كان معكم توفيق الشابي معروف بهاني بول جيمينج، حبيت نحكي معكم على الكاونتر سترايك ابارتير من عام 99 ابارتير من الفيرسيون 1.6 للفيرسيون اللي خرجت في 2007 اللي هي الكاونتر سترايك سورس حتى لين 2012 وين خرجت من الكاونتر سترايك والجلوبال اوفنسيف. هي جو طيارة برشا، حبيت نحكي لكم شوي على الستركتور متاع الجو، على القوانين متاعها، حتى بارتي عن الستوريك متاعها. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وديزولي على الكاليتي متاع الفيديو فنشوفوا باش نسجل في الفيديو. ان شاء الله الفيديو جاي يكون احسن. متنسوش باش تعملونا معناها جيم على الفيديو، وما تنسوش باش تعملوا طلع على الباج اوفيسيال سور فيسبوك والا سور الكونت سور تويتر. مرسي بوكو هانيبال جيمينج، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.